يسعدني أن أبدأ بتحياتي لك ولكل المشاهدين أهلا بك. وللشعب السوري الشواق للحرية والعيش بكرامة داخل وطنه سوريا من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، والسوريين في السويداء مثلهم مثل كل السوريين أينما وجدوا، يعيشون ضائقة اقتصادية وسياسية واجتماعية. لذلك موقفهم من انتخابات مجلس الشعب ليس غريبا، لأنهم يدركون تماما أن هذه اللعبة الديمقراطية للانتخابات اكتووا بها منذ أكثر من 50 سنة. لذلك ليس غريبا أن تشهد محافظة السويداء احتجاجات تختلف في حدتها وتتفاوت في أشكالها ضمن البلدات والقرى والمدن في السويداء، وأعتقد عمت معظم المدن والقرى والبلدات في السويداء، وتبدأ من تحطيم صناديق لمقاطعة لشعارات لمظاهرات سلمية. لذلك هذه السلطة، هذا النظام، هذه الأجهزة التي تسعى لتبرير صفحتها أمام القوى الدولية عموما تريد انتخابات مجلس الشعب المزيفة. لذلك ردة فعلها اتجاه المتظاهرين أيضا هي تختلف بقوتها وبأساليبها، لكنني أؤكد بأن إطلاق النار الذي تم من قبل الشرطة في مدينة السويداء على المتظاهرين ليس ثابتا هو القصد المتظاهرين، لأن الإطلاق النار للأمانة كان نتيجة احتكاك وخلاف بين شخص عابر مارر في الطريق وأحد عناصر الشرطة، وأطلق النار في الهواء وأطلق بأشكال مختلفة مما أصاب شخص في ساحة الكرامي. لذلك أؤكد أن انتشار القوات الشرطة والقوات الحكومية على أسطح البيوت والبلدات والأماكن العامة لم تشارك إطلاقا بإطلاق النار. على الأغلب هذا الإطلاق النار حالي انفعالي يدفع ثمنها الشعب السوري، قد يكون مخطط لها في أقبية الأمن المختلفة وقد تكون بشكل غير مباشر، لكنها عبرت عن حالي من الاحتقان بين الطرفين، طرف يريد للاستبداد أن يستمر والطرف الآخر يريد حريته وأن ينعتق من قيود الاستبداد نعم والقضاة والحكام فبالدين. نعم نعم سيد سليمان، يعني كما نرى الآن على المقاطع الفيديو أمامنا المحتجون يهاجمون صناديق الاقتراع، يعني هل لديك معلومات أي المناطق والقرى التي تم فيها مهاجمة هذه الصناديق؟ يعني هل هي في جميع القرى في محافظة السويداء تم هذا العمل، أم أن هناك صناديق معينة في قرى أو بلدات معينة تم مهاجمة هذه الصناديق؟ نعم، في معظم البلدات والقرى تمت مقاطعة الانتخابات وبدرجات مختلفة، منها اقتحام الأماكن اللي فيها الصناديق وسحب الملفات اللي موجودة في الصناديق والأوراق وتكسير الصناديق ورميها في قمامات الزبالة، وهذا عم أكثر من بلدة من الجنيني، الرضيمي، شهبة، السجن، المزرعة، القرية، ملح، أم الزيتون، والغا، ريمة حازم، عدد كبير من القرى تمت مهاجمة الصناديق، لكن لم يذكر ولا حادث من هذه المناطق تم الصدام أو الاحتكاك أو العنف بين المقتحمين لهذه الأماكن اللي فيها الصناديق والمدافعين عنها. لذلك أنا أميل دائما إلى أنه نستطيع أن نعبر عن بكل طاقتنا وإمكانياتنا برفضنا لهذه الانتخابات المزيفة والغير شرعية لمجلس الشعب، لا ليس مستقلا عن الأجهزة الأمنية. لذلك يعني ما حصل اليوم في السويداء من إطلاق نار أرجو أن لا يكون مقصودا وأرجو أن لا يكون مخطط له مسبقا، وسنمنع الفتنة بالسويداء قدر الإمكان ولن نحتكم إلى السلاح إطلاقا. نحن سلميين ذات طابع ديمقراطي، لا نريد للبلاد إلا أن تعيش بأمن وسلام بعيد عن الظلم والاستبداد. نعم، كنت معي من السويداء جنوب سوريا السيد سليمان الكفيري، حقوقي وناشط سياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتوضيحات.